شكلت نهائية كأس العام 66 المباراة الرقم 200 التي تتم في المراحل النهائية في المباريات منذ بدئها في العام 1930. لعبت إنجلترا مع ألمانيا في مواجهة مشحونة بالتوتر. رغم إجراء اللعبة في ويمبلي مقر كرة القدم الإنجليزية، لم تستطع إنجلترا الاستفادة من هذه المسألة. سجلت ألمانيا أول هدف لها من خلال هالر. تفوقت ألمانيا، لكن وسط الملعب أخذ يجابه عوائق بعد الهدف الذي سجله بوبي تشيلتون على بيكنباور. ضربة موفقة لبوبي مور تمكنت من تحقيق التعادل للإنجليز. مور، دعم من هورس، خطأ جسيم في الدفاع الألماني. بعد التعادل الإنجليزي حاول الفريق المضيف اختراق الدفاعات الألمانية بالاعتماد على ضربات موفقة من بوبي تشيلتون. ألمانيا كافحت من جهتها ضد براعة حارس المرمى الإنجليزي المدهش. كان يلقب بالصيني استنادا إلى ملامحه الشرقية، إنه أفضل حارس مرمى إنجليزي على مر العصور. وبيتشيلر يتصدى له جوردون مانكس مرة أخرى. وأخيرا الهدف الإنجليزي الثاني. أهو. التقدم لإنجلترا في الدقيقة 78. استطاع الجمهور الإنجليزي أن يتمتع برائحة النصر، ولكن ما زال هناك عدة دقائق. قبل دقيقة من انتهاء الوقت أخطأ جاكي تشيلتون تجاه هيل. غضب نوفي ستيز جدا. طالب الحكم بالهدوء. استقر الحاجز الإنجليزي. الحكم يعد الخطوات. ركل الكرة، ومن ثم تسجيل الهدف. فهو تعادل. أصيب الفريق الإنجليزي بالرعب. لابد من تمديد الفترة. انتبهوا إلى هذا الهدف. اعتقد هورس أنه سجل الهدف. كانت هذه أشد اللحظات مأساوية في كأس العالم. تجادل الحكم الرئيسي مع المراقب الروسي. أضيف الهدف إلى النتيجة بعد انتظار وقلق. عادت إنجلترا للتفوق ب3-2. أثبتت صورة لاحقة أن الكرة لم تتخطى حد الهدف. لم يكن هدفا لكنه اعتبر مقبولا. إنجلترا 3، ألمانيا 2.
كانت لعبة لا تنسى مليئة بالإثارة والحماس. الشعور الغريب بقي في ذاكرة الجميع. هناك أشخاص في الملعب يعتقدون أن كل شيء قد انتهى. حان الوقت. هذا الشاب سجل هدفه، والنتيجة أصبحت 4-2. هارس كان اللاعب الأول والوحيد الذي يسجل هدفا لا مثيل له في كأس العالم. إنه الهدف الذي قاد فريقه نحو النصر. أخيرا تمكن البلد الذي اخترع كرة القدم من الفوز بكأس العالم. حين تلقى بوبي مور كأس العالم من يد الملكة، اعتبر الإنجليز أن أهم لعبة في العالم عادت إلى مسقط رأسها.